السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي التلميذات، أصدقائي التلاميذ، متتبعي قناة حنان تأف للدعم التربوي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم مع درس في القراءة، نص قرائي تحت عنوان عند الطبيب، المقترح الخاص بالأسبوع الثاني من الوحدة الرابعة، وحدة المجال الحرف والمهن، مجال الحرف والمهن. هذا النص الوظيفي الثاني الذي بين أيدينا تحت عنوان عند الطبيب البيطري. إذن لنبدأ على بركة الله دراسة هذا النص مع أول فقرة ألاحظ وأتوقع. إذن أبين المكان الذي في المشهد وما أرى فيه من حيوانات. لاحظوا معي المشهد هنا عبارة عن، لاحظوا معي، عيادة بيطرية، تواجد الحيوانات، مجموعة من الأشخاص، كل شخص يملك حيوانا ألم به مرض ما. لاحظوا معي الطبيب البيطري يقوم بفحص الكلب. لاحظوا معي الطفل. الأب هنا ينظر إلى الطبيب لعله يشرح له ما ألم بكلبه من ألم أو مرض. إذن المكان الذي في المشهد، إذن سنأخذ ورقة لنجيب عن أسئلة ألاحظ وأتوقع. سأكتب هنا ألاحظ وأتوقع. إذن المكان الذي في المشهد هو، إذن من خلال ملاحظتي المشهد، يتبين أنه عيادة بيطرية، حيث نلاحظ. إذن الآن سنجيب عن الشق الثاني من السؤال، ما أرى فيه من حيوانات. إذن سنجيب عن ما نراه في هذا المشهد من حيوانات. إذن حيث نلاحظ فيه تواجد عدة حيوانات كالكلب والحمار والقط والقرد والشاة. إذن هذا فيما يخص الجواب عن السؤال الأول من تساؤل، يعني من أسئلة ألاحظ وأتوقع، يعني التموقع، يعني سنحاول أن نتوقع عنوان النص. إذن في السؤال الثاني، من خلال المشهد والعنوان أتوقع الموضوع الذي يمكن أن يتحدث عنه النص. إذن لاحظوا معي، من خلال هذا المشهد فنحن نتواجد يعني داخل عيادة بيطرية. لاحظوا معي الطبيب البيطري يقوم بفحص الكلب هنا. إذن سنتوقع موضوع النص كجواب عن السؤال الثاني، من خلال المشهد والعنوان نتوقع أن يتحدث النص عن معالجة البيطري لكلب مريض. إذن الطبيب البيطري لكلب مريض داخل عيادة بيطرية. إذن هذا هو يعني توقعنا لموضوع النص. نحن سنقرأ النص وسنرى هل فعلا يتحدث النص عن طبيب بيطري يعالج كلب مريض، أم أن النص سيتحدث عن شيء آخر. إذن تابعوا معي أصدقائي لنقرأ النص. سأقوم بتقريب يعني النص لكي يظهر لكم على شاشة
الفيديو كاملا. إذا تابعوا معي. عند الطبيب البيطري: الكلب بوبي حارس أمين لضيعتنا، يقف ببابها رقيبا، يملأ الدنيا نباحا كلما اقترب غريب منها، ويكون أكثر يقظة في الليل مخافة أن يتسرب إلى الضيعة ثعلب ماكر أو ذئب غادر. في أحد الأيام كسرت رياح قوية غصن شجرة، وقع على بوبي فشله عن الحركة. رافقت أبي وحملنا بوبي إلى عيادة البيطري، وفي باحة الاستقبال رأيت الكثير من الحيوانات مع أصحابها. هذا قط غائر العينين، وهذه شاة جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف، وهناك قرد لا يقوم بحركاته البهلوانية المضحكة، وبقربه حمار ينزف الدم من ساقه. في غرفة الفحص لم ينبح بوبي، ولم يبتعد عن البيطري حين ربت على ظهره الناعم وشرع في فحصه. لعل بوبي تذكر المكان والشخص، فهو من لقحه ضد داء الكلب قبل شهر مضى. بعد الفحص قال البيطري: بوبي بخير، لم يصب بأي كسر، فقد تورمت عضلات فخذه الأيمن، يحتاج إلى بعض الدواء والراحة، ويعود إلى سابق عمله. في طريق العودة إلى ضيعتنا قلت لأبي: ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري، يفحص الحيوان ويعالجه، مع أن الحيوان لا يستطيع أن يشرح للطبيب حالته ولا موضع آلامه ولا ما يعانيه. قال أبي: الطبيب البيطري يعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبرته، وهو لا يشتغل في عيادته فقط، بل يتفقد الضيعات ليلقح المواشي والدواب ضد الأمراض التي تفتك بها، كما يتفقد مزرعات الدواجن ليحميها من الأوبئة التي تؤدي إلى نفوقها، ويراقب لحوم المواشي المذبوحة في المجازر ليستهلك الناس اللحوم السليمة من المرض، ويعالج الأبقار التي تتعرض ضروعها للجراثيم، فلا يشرب الناس الحليب الملوث. قلت: عمل البيطري إنساني أيضا، إنه يهتم بالحيوان ويحمي الإنسان. إذن أصدقائي صديقتي، هذا هو النص، موضوع دراستنا لهذه الحصة. إذن أقرأ بتلاقة، أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي، ثم أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي المقطع المكتوب بخط بارز. لاحظوا معي، المقطع المكتوب بخط بارز هو الفقرة الثانية من النص. بالنسبة لتنمية المعجم، النشاط الأول: أختار الشرح المناسب لكل كلمة كتبت بالأحمر. إذن لدينا مجموعة من المفردات كتبت أمامها شروحات، سنختار الشرح المناسب. جثمة، هل هي تعني من خلال النص، يعني حسب سياقها في النص، هل تعني لصق بالأرض أو جلس؟ إذن جثمت الشاة، يعني لصقت بالأرض. إذن المعنى الصحيح في النص هنا هو لصق بالأرض. داء تعني مرض. تورمت، انتفخت من مرض. تورمت يده، انتفخت. نفوق، النفوق هو موت الحيوان، موت الحيوان. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول من تنمية المعجم. لنمر الآن إلى السؤال الثاني: أذكر كلمات من عائلة شاربة. إذن سنذكر كلمات من عائلة الكلمة شاربة. إذن تابعوا معي، سنكتب هنا السؤال الثاني، إذن المعجم، سأكتب المعجم. السؤال الثاني: كلمات من عائلة شاربة. إذن سأقترح عليكم: شراب،
يمكن أن نختار شراب أو شوربة. يشرب كذلك، يشرب أيضا شارب مشروب كذلك، مشروب إلى غيرها من الكلمات التي مشروبات، يشرب، تشرب، يشربون، نشرب، أشرب، يعني جميع الكلمات التي يعني تتضمن الثلاث حروف شاربا. السؤال الثالث، استخرج من الفقرة الأولى مرادفات الكلمات الآتية. إذن السؤال الثالث لدينا سؤال خاص بالمرادفات، إذن سأكتب هذه الكلمات وأكتب أمامها المرادفات التي سنستخرجها من الفقرة الأولى. إذن لدينا كلمة حارس، ثم يتسلل، وسقط. إذن حسب الفقرة الأولى جاءت كلمة حارس وكلمة أيضا رقيبا. إذن مرادف حارسا، حارس هي رقيب أو رقيبا حسب ورودها في النص، رقيبا. يتسلل، يتسرب، جاء في النص يتسرب الثعلب الغادر، يتسرب إلى الضيعة، يتسرب. وسقط، وقع، يعني وقع غصن شجرة على الكلب بومي، وقع. السؤال الموالي، أفهم، أجيب. نبدأ بالسؤال رقم 4، سأكتب هنا أسئلة الفهم، أفهم، وسنجيب عنها أيضا في هذه الورقة. إذن سأكتب هنا يعني الأسئلة، لدينا 4 أسئلة. إذن نبدأ مع السؤال الأول، متى يملأ بوبي الدنيا نباحا؟ إذن متى يملأ بوبي الدنيا نباحا؟ إذن حسب النص فهو يملأ الدنيا نباحا كلما اقترب غريب من الضيعة. إذن سنكتب الجواب، يملأ بوبي الدنيا نباحا كلما اقترب غريب من الضيعة. بالنسبة للسؤال الموالي، ماذا سقط على بوبي؟ إذن سقط غصن شجرة على بوبي، سقط غصن شجرة على بوبي الكلب. السؤال الموالي، ما الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري؟ إذن قلنا بأن الحيوانات التي كانت في، إذن الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري هي قرد، حمار، قط، شاة، وكلب. إذن السؤال الأخير في الفهم، كيف يعرف البيطري معاناة الحيوان؟ إذن فالبيطري لديه خبرة وعلم أيضا يمكنه من معرفة يعني معاناة كل حيوان يقع يعني أو يمرض أو يلم به ألم ما. فسنكتب هنا، يعرف الطبيب البيطري معاناة الحيوان أو الحيوانات بصفة عامة بفضل، يعني بفضل ماذا؟ بفضل
خبرته يعني الممارسة المهنية يعني على مدى سنوات، فهو يتعامل مع الحيوانات ويعالج الحيوانات إلى غير ذلك، فهو بطبيعة الحال سيتمكن من معرفة الألم الذي يعاني منه كل حيوان، والعلم أيضا، فهو قبل ولوج يعني هذه المهنة فهو سيتعلم بطبيعة الحال ويدرس هذه المهنة. إذا السؤال الموالي، أذكر حالة كل حيوان من الحيوانات التي أحضرها أصحابها للعلاج. نعم، إذا فأصحاب هذه الحيوانات التي ذكرناهم، القرد والحمار والقط والشات والكلب، إذا كل حيوان فهو يعاني من ألم ما. إذا سنكتب خامسا، إذا سأكتب حيوان، اسم الحيوان، وسأكتب الألم الذي ألم به. إذا سأكتب القط، الشات، القرد، الحمار، كل حيوان سنكتب أمامه الألم الذي ألم به. إذا القط قلنا بأنه كان غائر العينين، كان يعاني من ألم في مستوى العين، غائر العينين. بالنسبة للشاة كانت جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف، جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف. بالنسبة للقرد كان لا يقوم بإطلاق ضحكته البهلوانية، لا يقوم وحركاته البهلوانية، كان لا يقوم بحركاته البهلوانية. وأخيرا الحمار كان المسكين ينزف دما من ساقه، كان ينزف دما من ساقه. إذا هذا فيما يخص أنشطة الفهم. إذا سنتوقف الآن عند أنشطة أحلل التحليل. الكلب بوبي ظل هادئا بين يدي البيطري، أذكر سبب ذلك. إذا سبب ذلك هو أن قبل شهر مضى، إذا سأكتب هنا أحلل، يعني أننا توقفنا عند نشاط أحلل. والسؤال رقم 6، إذا جاء في النص بأن بوبي كان قد تلقى حقنة يعني من داء الكلب أو اللقاح ضد داء الكلب قبل شهر، داء الكلب قبل شهر من الآن، يعني فهو يعرف البيطري ويعرف المكان الذي يتواجد به. إذا سنكتب ظل بوبي هادئا بين يدي البيطري، لأنه تذكره، يعني تذكر البيطري وتذكر المكان، وتذكر المكان أو العيادة البيطرية. إذا وتذكر، سنكتب العيادة، حيث لقح ضد داء الكلب، لأنه قبل شهر جاء في النص بأنه قبل شهر لقد أخذ لقاح ضد داء الكلب، ضد داء الكلب قبل شهر مضى. إذا سنكتب قبل شهر مضى. بالنسبة للسؤال رقم 7، أرى بأنه سينجز على الكتاب. إذا أضع علامة أمام المهمة التي يقوم بها البيطري ولم تذكر في النص. إذا فهو يراقب اللحوم في المجازر، جاءت هذه المهمة في النص. يلقح الدواب والمواشي، أيضا جاءت. يفحص الحيوانات المتوحشة، إذا سنضع علامة هنا لأنها لم تذكر هذه المهمة في النص. يجري العمليات الجراحية للحيوانات، إذا هذه المهمة أيضا جاءت في النص. إذا الآن مع السؤال الثامن، أقرأ كل فقرة من فقرات النص وأتعاون مع زملائي وزميلاتي على اقتراح عنوان لها ثم أكتبه. إذا سأقترح عليكم بالنسبة للفقرة الأولى، فهي تتحدث عن يعني المهمة أو الدور الذي يقوم به الكلب في حراسة الضيعة. إذا سأقترح عليكم عنوان الحارس الأمين، كما جاء أيضا في النص الحارس الأمين. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني الفقرة الثانية، فالفقرة الثانية تتحدث عن الحيوانات التي تتواجد
العيادة البيطرية. إذن سأكتب هنا في العيادة البيطرية. بالنسبة للفقرة الثالثة فهي تتحدث عن يعني فحص الطبيب البيطري للكلب بوبي. سنقول غرفة الفحص، سنعطيها عنوان غرفتي الفحص. بينما الفقرة الأخيرة فهي تتحدث عن الأدوار أو المهمات أو الدور الذي يقوم به البيطري إذا في المجتمع. إذا سنكتب كعنوان مهام البيطري، مهام البيطري. إذا في النص، السؤال التاسع في النص، مرض يسمى داء الكلب أو داء الكلب لأنه يسمى باسم الحيوان المتسبب فيه أو المتسبب فيه. سأذكر هذا الاسم وكيف أتجنبه. إذن كما قلت فهو داء الكلب. إذن هذا الداء الذي جاء ذكره في النص هو داء الكلب. إذن كيف أتجنبه؟ إذن أتجنبه بعدم الاقتراب من الحيوانات المتوحشة والضالة كذلك. إذن سنجيب عن هذا السؤال. لدينا السؤال التاسع، إذا سأكتب تاسعا. المرض، إذا مرض داء الكلب أو داء الكلب. إذا أتجنبه بعدم الاقتراب من الحيوانات البرية يعني الحيوانات التي تتواجد في البرية يعني في الغابات والشوارع والمتوحشة والضالة. إذن والمتوحشة والضالة. إذن فإنني عندما يعني أقابل عفوا والضالة كلابا ضالة فإنني أبتعد عنها قدر الإمكان لأنها يمكن أن تكون حاملة لداء الكلب لا قدر الله. يعني بالنسبة لنشاط الإنتاج، عفوا بالنسبة لنشاط الإنتاج أقترح عنوان آخر للنص. إذا بالنسبة لعنوان آخر للنص أقترح عليكم مثلا عيادة البيطري. إذا بالنسبة لي أستعين بعناوين الفقرات يعني هذه العناوين التي قمنا بكتابتها هنا وأقترح وألخص النص يعني انطلاقا من هذه العناوين التي قمنا بوضعها لكل فقرة من فقرات النص سنلخص النص. إذا سأقترح عليكم التلخيص التالي يعني شفويا لأنه إذا أردنا أن نكتب التلخيص ف الفيديو سيكون طويل جدا يعني وسيصعب تنزيله على القناة. لذلك سأقوم بتلخيص هذا النص شفويا اعتمادا على هذه العناوين التي اقترحتها للفقرات. إذا سنبدأ هكذا يعني سنبدأ تلخيص النص. سنقول بأن بوبي كلب حارس أمين يراقب الضيعة ويحميها من تسلل الغرباء. وقع عليه غصن شجرة فشله عن الحركة فحمله الابن والاب الى عيادة البيطري حيث وجدوا مجموعة من الحيوانات المريضة. وفي غرفة الفحص فحص البيطري الطبيب فحص الطبيب البيطري الكلب وشخص حالته. وفي طريق العودة إلى الضيعة أعجب الطفل بعمل البيطري فشرح له الأب المهام التي يقوم بها البيطري حتى أن الطفل قال بأن عمل البيطري هو عمل إنساني بامتياز. إذن الآن لنمر إلى يعني هذا تلخيص شفوي للنص. يمكنكم
أن تقوموا بكتابة هذا التلخيص، فهو تلخيص يعني شامل لجميع الأفكار التي جاءت في النص، يعني قمت بتلخيصه شفويا اعتمادا على العناوين التي اقترحناها للفقرات. إذا سنبدأ أو سنمر عفوا إلى أنشطة ألاحظ وأكتشف. لاحظوا معي، قال الطبيب البيطري: أهلا بوبي، حان دورك. لاحظوا معي كلمة حان وكلمة قال كتبتا باللون الأحمر. لاحظوا وسط الكلمة لدينا ألف وسط الكلمة، وهذه أفعال قال حان. لاحظوا بأن في الماضي يكون الألف، لكن عند تحويلها إلى المضارع فإن الألف يصبح واوا أو ياء. قال يقول حان يحين، لأن هذه الكلمات التي في وسطها الألف واو أو ياء. إذا سنكمل هذا الجدول وسترون كيف يعني يتغير الألف من الماضي إلى المضارع. إذا لدينا فعل قام، إذا سنكتب أنا، سنقول قمت، أنت قمت، أنت قمت، هو قام، هي قامت. في المضارع قمت سنقول أقوم، أنا أقوم، أنت تقوم، أنت تقومين. هو يقوم، هي تقوم، أنت في الأمر سنقول قم، أنت قومي. إذا لنمر إلى الملاحظة والاكتشاف أيضا. استقبلنا البيطري باسما، لاحظوا معي باسما فهي تصف البيطري، يعني الحالة التي استقبلنا بها البيطري باسما. لاحظوا هذه الصفة كيف جاءت، فهي جاءت منصوبة. كيف استقبلنا البيطري؟ استقبلنا البيطري باسما، هذه الكلمة تسمى حال، فهي تصف لنا الحالة التي استقبلنا بها البيطري. إذا نفس الشيء سنتمم الجمل بالكلمات الآتية. إذا تابعوا معي الكلمات: منتظرا، مسرعا، متعبا، خائفا. إذا حمل الأب بوبي إلى البيطري مسرعا. كيف حمله؟ الحالة التي حمله بها مسرعا. جلس بوبي منتظرا دوره، إذا حالته كان الانتظار، منتظرا دوره. وصل بوبي عند البيطري، كيف وصل؟ متعبا، متعبا، لأنه كان مريضا متعبا. لم يدخل بوبي قاعة الفحص خائفا، إذا بل على العكس كان مطمئنا خائفا. أحول الفعل إلى اسم كما في المثال. لاحظوا معي المثال: دخل القرد إلى العيادة يرتجف. دخل القرد إلى العيادة مرتجفا. لاحظوا معي لقد حولنا الفعل إلى اسم. لاحظ البيطري البقرة تتألم. لاحظ البيطري البقرة، ماذا سنقول؟ متألمة، متألمة. إذا حولنا الفعل يتألم أو تتألم إلى اسم متألمة. خرج القرد من العيادة يضحك. خرج القرد من العيادة ضاحكا. لاحظوا بأننا حولنا الفعل يضحك إلى اسم ضاحكا. إذا أصدقائي صديقتي، بهكذا نكون قد أنهينا يعني جميع التمارين الخاصة بهذا النص القرائي والوظيفي الخاص بالأسبوع الثاني من الوحدة الرابعة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وأتمنى أن لا يكون الفيديو طويل جدا. أترككم في رعاية الله وحفظه. أضرب لكم موعدا
مع دروس الإملاء والتطبيقات في قادم الفيديوهات إن شاء الله. لا تنسوا تفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد دائما فيما يخص المستوى الثالث ابتدائي. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.